هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في إسبانيا لعام 2019، مشيرا سموه إلى أن التأهل الوطني إلى البطولة العالمية يتفق تماما مع الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الحركة الرياضية والحرص الموصول لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية في سبيل رفع اسم وعلم البحرين عاليا في مختلف المحافل. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن إنجاز التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة كان مستحقا، وذلك عطفا على المستوى العالي والروح الوطنية التي تحلى بها اللاعبون طوال فترات البطولات الآسيوية وحرصهم على تقديم أفضل المستويات لتأكيد التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة البحرينية بصورة عامة ورياضة كرة اليد على وجه الخصوص. مضيفا سموه أن الجهود التي قام بها الجهاز الإداري والجهاز الفني للمنتخب جسدت واقع التأهل بكل جدارة، الأمر الذي ضمن للمنتخب الوطني التواجد في البطولة العالمية. وبين سموه أن كرة اليد البحرينية ستعيش في عام 2019 سنة مميزة للغاية من خلال تواجد المنتخب الوطني الأول في بطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام في ألمانيا والدنمارك، كما سيتواجد المنتخب الوطني للشباب في بطولة العالم بإسبانيا في السنة ذاتها، الأمر الذي يؤكد أن رياضة كرة اليد البحرينية باتت تشهد تنافس العالم وتشهد حضورا لافتا في أقوى البطولات.